رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة 18 سنة، رئيس جمهورية الكورة زي ما بيتقال عليه دايما، واحد من أهم الأشخاص في تاريخ كرة القدم، واحد من الأسماء الكبيرة جدا اللي أثرت في تاريخ الكورة، واحد من الأسماء الكبيرة جدا اللي أثرت كثير من الجدل، يبقى هو الاسم الأبرز في تاريخ إدارة كرة القدم في العالم، جوزيف سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. يا فندم مشرفنا ومنورنا على التلفزيون الرسمي المصري برنامج رقم 10. شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا لتواجدي معكم في التلفزيون المصري، أنا فخور بتواجدي خصوصا أمام أصدقائي المصريين والتي أحب كرة القدم الخاصة بها جدا. بداية تهانينا على كتابك الصادر مؤخرا أوفر تايم. شكرا جزيلا. وبالتأكيد سؤالي، ما هو الرسالة اللي انت كنت حابب توجهها لجماهير كرة القدم في العالم من خلال هذا الكتاب؟ أردت أن أقول أن كرة القدم هي لعبة عالمية، والآن هي الآن تتابع عن طريق حوالي 2 مليار إنسان حول العالم، وليس فقط لعبة خاصة بمنظمة أو هيئة معينة أو تفرق بين الأعراق أو الأديان أو حدود الدول، وإنما هي لها رسالة أبعد وتستهدف حوالي 3 أو 4 مليارات إنسان في المستقبل. الآن لدينا 2 مليار متابع لكرة القدم، ولكن هناك رسالة أعظم من ذلك. لما نقول هذا عن كرة القدم؟ لأن هذه اللعبة يمكن أن يلعبها أي أحد، يمكن أن يستمتع بها أي أحد، الأطفال من الصبيان أو البنات، الرجال والنساء، الجميع يمكن أن يلعب كرة القدم، ولكن يجب عليها أن تكون لعبة منظمة. هي ليست فقط مجرد كرة، الكرة الآن أيضا تبني مستقبلنا، مستقبل العالم. وثاني أهمية بالنسبة لي هي أن ركل الكرة ليس فقط أمر غريزي، وإنما الجميع يستطيع أن يركل الكرة، ولكن نرى أن الطفل يركل منذ أن كان في بطن أمه، ولكن هو ما عليك أن تفعله أن يكون لديك هدف، وأن تكون موضوعي، وأن يكون لديك هدف في حياتك. الجميع سواء كان شابا أو كبير في السن يجب عليها أن ينظم أمور حياته، والتي تفعله كرة القدم حتى الآن. وأكثر من ذلك، أعتقد أن كرة القدم تنمي فينا روح الجماعية، فمعا يمكننا أن نفوز، وحينما تخسر لا تكون وحدك، وإنما نكون كفريق، وفي الغد سنفوز معا كفريق. هذا هو الأمر الرائع الاجتماعي والثقافي الخاص بأي حدث خاص بكرة القدم. هذا هو ما جعل كرة القدم أكثر لعبة شعبية في العالم، والذي وصلنا له أن كأس العالم ينظم كل 4 سنوات، وأيضا وما يحدث في إفريقيا وما نراه من الجماهير حينما تنظم أمم إفريقيا. هذا هو ما أريد أن أقوله بخصوص لعبة كرة القدم في الكتاب. وأنا سعيد للفترة التي قضيتها مع كرة القدم ومع جماهير كرة القدم والاتصال، وسعيد بما أفعله الآن لخدمة جمهور كرة القدم. وفي نهاية الفترة التي قضيتها وفي النهاية وصلنا إلى هذا المطاف للمؤتمر
ميونخ وقد قمنا بالعديد من الأمور الخاصة بكرة القدم بالنسبة لي وبالنسبة أيضا لكل خبراء كرة القدم. أنا سعيد جدا لأنني خدمتكم في يوم من الأيام كجمهور كرة القدم كرئيس للفيفا، وقد حاولت أن أري ما يمكن أن أفعله من خلال كرة القدم وليس فقط من خلال أوروبا أو أمريكا الجنوبية وإنما في حول العالم. أنا أديت وظيفتي في الفيفا على قدر المستطاع لأطور الكرة، وأنا على أمل أن أرى المنظومة تتطور أكثر من بلد لبلد. وفي النهاية بعد عامين حينما كانت كرة القدم حينما أتيت لمنظومة الفيفا في الثمانينات كانت الكرة مختلفة وقد أسسنا للكثير من الأفكار منذ ذلك الحين وقد تغير الأمر بشكل عام ورأينا في عام 81 الكثير من الطفرات التي طرأت على كرة القدم. أنا أردت أن أظل في الفيفا حتى وصلت لمنصب رئيس المنظومة والآن أنا مستشار خاص بالفيفا وقد حضرت الكونغرس الخاص بالجمعية العمومية. بالفعل قد كان هناك مرشحون أمامي ولكن الآن كلنا نخدم منظومة واحدة. الآن أنا أعبر عن رأيي بصراحة والآن أنا فخور بكوني رئيس سابق للفيفا أتحدث مع الأفارقة من خلال برنامجكم وسعيد لما وصلنا إليه معا وخصوصا بعد 2006-2010 ما رأيناه من منتخب المصري والأفارقة سواء على أمم إفريقيا أو كأس العالم منذ عام 2006 ويجب أن أقول أننا سعداء أننا أدرنا بجوار رجل عظيم الراحل نيلسون مانديلا وخصوص هذه المناسبة أحيي أيضا منظومة الكرة في غانا وكل أعضاء الاتحاد الإفريقي قد ساعدوني كثيرا وليس فقط في جنوب إفريقيا ولكن النتيجة كانت واجهة مشرفة لكرة القدم الإفريقية. نعم في عام 2010. نعم أيام عظيمة جدا وتاريخية قضيتها على رئاسة أو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم على مدار سنوات طويلة 18 عام. أيام سعيدة أكيد وإنجازات كبيرة جدا وأيضا كان في بعض الأيام الحزينة. إيه أكتر الأيام شايفها كانت أيام عظيمة بالنسبة لجوزيف سيب بلاتر وإنجازات عظيمة وأيضا أيام صعبة؟ بالطبع أنا لدي 42 عاما في الفيفا. أنا أخدم في الفيفا منذ عام أنا تركت الفيفا عام 2016 ولكن التحقت بالكونغرس الخاص بالفيفا أعتقد أن ما حدث لي هو رد فعل من الأمريكيين وأستطيع أن أقول أنهم لم يتحلوا بالروح الرياضية حينما خسروا التنظيم كأس العالم ولكن ما أقوله ما الشيء الملحوظ الأكبر هو أن كل دول العالم كانوا سعداء
بالفترة. الاتحادات تطورت، الملاعب تطورت، أدوات الخاصة بكرة القدم تطورت. فأنت تسألني عن إنجازاتي، عما فعلته داخل أروقة الفيفا. أنا أجريت الكثير من البرامج الخاصة بتطوير كرة القدم. الدورات الكثيرة التي أقمناها لتطوير منظومة كرة القدم في الاتحادات، وقد قمنا بوضع أسس خاصة بالملاعب والبنى التحتية وقد قمنا بردود أفعال كثيرة لتطوير المنظومة، ولنرى 10 أو 12 برنامج سنويا لتطوير الكرة المحلية في كل البلاد، وهذا أمر طبيعي كدور صعب وقمنا به. ومن هذه الذكريات أيضا أول اتصال لي مع الرئيس نيلسون مانديلا، حينما تحدث معي السكرتير العام أن الرئيس يريد أن يحادثني. هو واحد من أفضل الشخصيات الأفريقية التي أتذكرها والتي تعاملت معها، ومستر جو هافلانش أيضا قد أن السيد نيلسون مانديلا على استعداد للتعاون التام، وأنا قدمت له التصور العام لتطوير كرة القدم في جنوب أفريقيا. هو أعطاني وقتها عناق ودود جدا، وقال أنه يقدر ما نفعله، ولكنه قال أنا لست فقط نيلسون مانديلا وإنما أنا تعتبرني صديق. وكانت هذه من أفضل اللحظات التي مرت علي في فترة رئاستي. ففترة كأس العالم في إفريقيا في عام 2010 كانت واحدة من الإنجازات التي قمت بها، تطوير الملاعب وتطوير التربة الخاصة بالملاعب. قمت بإنشاء العديد من الصداقات في الأوساط الإفريقية، فالناس هناك ودودون جدا. انتقلت من دولة لأخرى وقد قابلت ولا زلت أقابل العديد من الأصدقاء الأفارقة الذين لن أنساهم أبدا، والذين ساعدوني على تطوير كرة القدم الإفريقية. وأيضا هناك شيء أود أن أضيفه، هو أن تدوير عملية التدوير الخاصة بتنظيم كأس العالم هو قمت به في فترة رئاستي. وما حدث من الولايات المتحدة كان فشل بالنسبة لهم، ولكن كان نجاح مثلا بالنسبة لليابان وكوريا في عام 2002. فهذا التدوير كان ملحوظا للجميع، لم يرضي البعض، ولكن لا زلت أقدم العديد من النصائح والخطوات الخاصة لتطوير كرة القدم. ولا زال هناك لدينا وجود حتى الآن لتغيير الأجواء في الفيفا وأن نقاتل ضد العنصرية. لأن واحد من اللاعبين الأفارقة قال يوما ما حينما كان في اجتماع لدى الفيفا، قال هو ماركوس تورام،
ليليان تورام قال لا أستطيع أن ألعب في هذه الأجواء ولا أعرف لما لا تتحدثون عن العنصرية. قد أطلق هذه الشرارة فهو إنسان والإنسان يريد أن يتعامل بالمساواة وأن يتعامل كالآخر. ولكن الشيء الذي قررناه حينها أن كرة القدم الآن خصوصا خلال الاتحادات لا تساوي بين اللاعبين، فيجب علينا أن نفعل ذلك لأننا كلنا واحد. لا يمكن أن نعامل واحد بمنظور والآخر بمنظور آخر، لا مستحيل أن نفعل ذلك. لا يجب أن نقلل من الآخرين على بناء على أي شيء، يجب علينا أن نكون معا. لدينا 2 مليار متابع لكرة القدم، لدينا قوة ناعمة كبيرة تجمع الناس حول العالم، وخصوصا لعبتنا شعارها أنها لعبة عادلة. يجب علينا أن نلاحظ هذا، ليس فقط أن نحاول وإنما يجب علينا أن نفعل هذا وأن نقوم بدورنا بفاعلية. كرة القدم الآن كما نلاحظ هي وسيلة اجتماعية وثقافية للتواصل بين الشعوب، وأيضا لها قيمة اقتصادية، هي أفضل محرك للاقتصاد في الإعلام. الآن يوجد الكثير من الملايين تدر للهيئات الإعلامية من خلال 90 دقيقة فقط، هي أفضل منتج للتلفزيون لأن أفضل عرض يتابعه الناس الآن على التلفاز هي كرة القدم. فكرة القدم الآن هي ليست مجرد عرض وإنما هي تقدم أساسيات، تقدم تراجيديا خاصة بها، تقدم وحدة وتقدم عمل كامل للجماهير. فبالتالي كرة القدم الآن كالتراجيديا، هي لديها كل العوامل المؤثرة في الناس. الشيء الهام بالنسبة لكرة القدم هو هذه التراجيديا وهذا الالتفاف من الجمهور حولها. في نهاية عملي في الفيفا في عام 2015-2016 حينما تم عزلي وتم منعي من ممارسة عملي كرئيس للفيفا، المحكمة وميشيل بلاتيني ولأسباب أو لأسباب أخرى قد انقلبوا ضدي، ولكن ظهرت براءتي والآن أنا حر لممارسة مهام عملي. أنا الآن رجل حر، أنا رجل سعيد، لدي عائلة صغيرة، أي نعم، ولكن أنا سعيد مع عائلتي، مع ابنتي، ولديها أيضا طفلة صغيرة. فبالتالي عائلتي تكبر وتنمو، أنا رجل سعيد الآن. هذه فقط معلومة لكم، أنا أعيش الآن في زيورخ وحياتي الاجتماعية هناك لمدة 50 عام، وسأموت في زيورخ لأن عائلتي الآن تعيش في قرية صغيرة في بالي. ولكن بالنسبة لنا سويسرا الآن هي البلدة الأم لنا. أنا سعيد جدا
بالتواصل مع أناس مثلكم في برنامج رقم 10. أنا سعيد جدا لأني تواصلت مرة أخرى مع أصدقائي من المصريين. أنا تعاملت مع العديد من المنظمات المصرية والاتحاد المصري، لقد كانوا دائما ودودين لي في مصر. كان لدينا أكثر من عضو في من الاتحاد المصري للتعامل معهم في الفيفا، وأنا كنت جد وكنت أب، والآن أنا جد. أنا سعيد جدا لوصولي لهذه المرحلة، وأيضا سعيد لتواصلي مع أصدقائي من المصريين مرة أخرى. أتمنى وأيضا كنت سعيد جدا حينما رأيت كأس عالم تنظم في مصر فترة سابقة، كأس العالم للشباب. فكرة القدم الآن في مصر لا تزال رائعة. لديكم فريق منتخب قومي جيد، أسماء كبيرة حول العالم الآن، مثل محمد صلاح في ليفربول. فأنا أتمنى التوفيق لجميع أصدقاء المصريين. شكرا لكم. طيب، سؤالي ليك فيما يخص كأس العالم. مصر نظمت كأس العالم للشباب من قبل، متى تنظم مصر، وهي واحدة من أهم دول العالم وأكبر دول العالم والقارة الأفريقية، متى تنظم مصر كأس العالم للكبار؟ ماذا ينقصنا لتنظيم هذه البطولة؟ ما هي نصائحك حتى تنظم مصر كأس العالم للكبار؟ اسمع، أنا لن يكون هذا أمرا سهلا، وليس فقط الأمر متعلق بالفيفا، وإنما الأمر مختلف. فالكونغرس الآن في تايلاند قد لاحظ أن هناك غالبية كبيرة ملتفة حول قرار رئيس الفيفا. لا يمكن أن ننسى أن عام 2030 ستنظم أول كأس عالم في أمريكا الجنوبية بالمشاركة، ولكن ربما الأمر ينجح، وربما لا نعود لأوروبا مرة أخرى قريبا. لدينا الآن إسبانيا والبرتغال، وجزء أيضا سيقام في المغرب. فبالتالي لدينا كأس عالم ينظم في شمال أفريقيا، ولكن هل مصر قادرة على تنظيم كأس العالم الآن؟ هذا الأمر يعتمد على بعض الأصوات كالأصوات العربية. هل أنتم مستعدون فعلا لتنظموا كأس العالم؟ هل السعودية مستعدة لتنظيم كأس العالم؟ لن أكون متشائما، ولكن في ما رأيت في حياتي هو أن الأمر صعب. أود أن أقول أن مصر لديها، يجب أن يكون لديها الصبر للعمل لمدة سنوات لتتطور أكثر وتكون جاهزة لتنظيم كأس العالم. ما رأيت في حياتي هو أني لست سعيدا، لأني لن أكون في منصب يستقبل مصر وهي تنظم كأس العالم. لن أكون سعيدا حينما لا أكون هناك. في الأيام السابقة والشهور السابقة أثير الجدل كثيرا فيما يخص بطولة دوري السوبر الأوروبي، البطولة المستحدثة اللي اقترحها بعض الأندية الأوروبية الكبيرة. رأيك إيه في فكرة هذه البطولة؟ بالنسبة لي أنا تركت، هم طردوني من الفيفا. أنا لذلك أنا لن أخوض في أي تعليق
خاص بقراراتهم لأني لست مهتما. الأمر خاص بالأندية، الأمر خاص بمصلحة الأندية وخاص بمصلحة الاتحادات القومية. فالاتحادات القومية إذا قررت أن تنظم بطولة كدوري أبطال أوروبا أو دوري أبطال إفريقيا فهذا أو في أمريكا الجنوبية أو الشمالية فهذا أمر خاص بهم في حول العالم، ولكن أن تصوت لصالح بطولة كهذه لا أعرف، حوالي أو قرار ككأس العالم أن يكون حوالي 24 أو 36 فريق، فبالتالي هذا أمر جديد ومستجد على كرة القدم وخاص بالفيفا، ولكن لا يمكن أن دعني أقول أن رأيي سيكون مؤثرا الآن، ولكني شخصيا أنا أتمنى لهم تنظيم المزيد من البطولات، ولكن يجب أن تكون مرتبة ويجب أن يكون الأمر صادر من الفيفا من الرياضة وخاص بالاتحادات القومية فقط. وأيضا أي أسئلة أخرى؟ سؤالي القادم ليك يخص شكوى كثير من منتخبات وأندية العالم حول كثافة المباريات في الفترة الأخيرة، وهو ما يضر باللاعبين وبالأندية وبالأجهزة الفنية. رأيك إيه في هذه الأزمة والمشكلة وكيفية حلها، خاصة زي ما أنت تحدثت عن فكرة أمور تسويقية كثيرة وأمور مالية كثيرة أصبحت المباريات عددها كبير جدا؟ لن أتدخل في أمورهم. أنا طلب مني ذلك منذ فترة وقد قلت أن هذا سيؤثر على كرة القدم واللاعبين ويؤثر على، ولكن هذا أمر خاص باقتصادهم ولن أخوض فيه الآن. في 2014 في كأس العالم 2014 قلت أن ليونيل ميسي مش من المستحق أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، هل هذا الحديث وقتها كان صحيحا؟ لا اسمع، البالون دور هي جائزة تكريمية وقد وجدت في باريس وتنظم منذ أعوام عديدة، فبالتالي منظومة البالون دور أو فرانس فوتبول هي من جريدة فرانس فوتبول، هم قد رأوا أن البالون دور في زيورخ ستكون مؤثرة أكبر، وبعد ذلك كان لديهم رئيس جديد وكان لديهم عقد رعاية جديد يربط بالون دور بالفيفا وتم نقلها إلى لندن. لذلك الآن البالون دور عادت لهذه الصحيفة وهم مسؤولون عن ذلك، فبالتالي أنهم يستخدمون الآن اسم بالون دور، ولكن الأمر عائد ليس باختيار الفيفا وإنما عائد إلى هذه الجريدة الفرنسية وهم المسؤولون عن هذا الاختيار. نعم البالون دور لازالت موجودة، ولكن للأسف قد تم اختطافها أو انتزاعها من تحت يد الفيفا، فبالتالي ولن تكون أمرا خاص بالفيفا ولكن لها اعتبارات أخرى. على مدار سنوات عملك في الفيفا بالتأكيد كنت مشارك في أو مشاهد لهذه الجوائز، ولكن لو سألتك كمشجع ومتابع من الخارج، مين أكتر لاعب تستمتع بمشاهدته على مر التاريخ، أكتر لاعب شاهدته يلعب كرة القدم من وجهة نظرك أفضل لاعب؟ أنا قد رأيت العديد من اللاعبين
أنا كنت ألعب كرة القدم وليس محترفا وإنما على سبيل الهواية، وكنت ألعب رقم 9 مهاجم، وإنما إذا سألتني عن خلال فترة عملي وليس كلاعب ولكن في كرة القدم عموما، يجب أن أقول بيلي هو الأفضل، لأن بيلي ليس فقط لاعب جيد ولكن شخصية رائعة، هو إنسان رائع، سعيد دائما، ممتع لمن حوله. ما وقد حافظ على كل الأسس الخاصة بلاعب كرة القدم، وما قلته بخصوص ترام بخصوص الإنسانية في التعامل مع لاعب كرة القدم قد حققه بيلي على وجه أكمل. من في رأيك المرشح الأبرز للفوز بيورو البطولة القادمة كأس الأمم الأوروبية؟ بالنسبة لليورو يوجد فرق كثيرة، أنا رئيس شرفي للعديد من المنتخبات بالمناسبة، فبالتالي بالنسبة لي أنا إذا فهمتك بطريقة صحيحة فأتمنى ريال مدريد أن يفوز بالدوري الأبطال، ولكن الأجواء إذا أقيم أي مباراة نهائية في البرنابيو استاد ريال مدريد فبالتالي الأجواء كانت رائعة، كنت أستمتع كثيرا بتواجدي هناك. أنا لازلت عضو شرفي هناك في هذا النادي الملكي، ولدي العديد من الذكريات الرائعة، ولازلت رئيسا شرفيا لنادي في سويسرا، وأمارس هذه المهام، ولدي العديد من الذكريات مع الأندية المختلفة الأخرى بالطبع. نعم، أنا أتذكر العديد من الذكريات خصوصا بإفريقيا مع منتخب، على سبيل المثال مع منتخب نيجيريا، أنا كنت فخورا بما قدموه في كأس العالم، بما قدمه منتخب سويسرا أمام منتخب نيجيريا، كانت ذكريات رائعة مع الكرة الإفريقية أمام منتخب الأم. وهذا كان خلال فترة رئاستي. حسنا، أنا أود أن أشكركم، أنا بالفعل مستمتع جدا بهذا الحوار، أتمنى أن أكون معكم في مصر في يوم من الأيام وأن أتحدث لكم وجها لوجه. أنا سعيد لحديثي معك كريم خصوصا في هذه الفترة الجيدة. أود أن أقول كم أنا سعيد لأني أعتبر أن مصر وبيتي الثاني وإفريقيا هي قارتي الثانية. أعتقد أني سأتمنى أن أنهي حياتي وأنا أشعر بهذا الشعور تجاه إفريقيا وتجاه المصريين، وأنا أتمنى أن أنهي حياتي وأنا أحب الأفارقة. شكرا لكم، شكرا لك كريم، وشكرا لبرنامج رقم 10. جوزيف سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الأول من نوعه عالميا وأفريقيا ومصريا، صوت وصورة بلاتر بعد رحيله من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تحدث في كل الأمور الممكنة، كلام مهم جدا، كلام ممكن نقول عليه أول رد من جوزيف سيب بلاتر على خروجه من الاتحاد الدولي، زي ما هو وصف مطرودا بعد تاريخ طويل جدا استمر 18 سنة كرئيس للاتحاد الدولي، وقبلها 20 سنة عمل في مناصب مختلفة في الاتحاد الدولي لكرة القدم في